أبونا بشير، الله معك، بحييك، بحيي كل مشاهدي نورسات نور انجلش بالعالم، وخاصة بهيك البلدان والقارات العزيزة اللي ذكرتها. بشكرك على الاستضافة، أنا ببيتي دايم أكيد بهالمحطة العزيزة جدا على قلبي وعلى عند كتار من الناس. بعتز بهذا الوقت، أنا بجي بفرح متجدد للصفحات يلي ربنا بيفتحها وبيكتب عليها. نحن بنكون صفحة بيضاء وهو بيكتب عليها صحيح مثل ما هو بده، ونحن هيك بنكون أدوات طيعة بإيده، فمنقول له اكتب عليها كل ما تشاء، لو نحن بنوثق فيه، نعم بنوثق إنه هو من خلالنا بده يوصل رسالة معينة. فكيف إذا كان عبر وسائل الإعلام المرئية المسموعة المكتوبة، الصفحات الإلكترونية يلي من خلالها اليوم الكنيسة تضعها في المرتبة الأولى للبشارة.